مسلح سوابق عديدة ومتكررة. مجموع الأحكام اللي عليه بلغت 40 سنة. رشاد سعيد أحمد الدراع اليمين لخيري مصاب بعاهة مستديمة، بلطجي سابق يمتاز بقوته الجسمانية الضخمة. سطو مسلح أيضا بدأ حياته في طرف كباريهات شارع الهرم. مجموع الأحكام اللي عليه 35 سنة. بدأ عماشة سرقة مواشي من الأرياف، انضم لخيري ورشاد في عملياتهم الأخيرة واشتغل معاهم كنادورجي ومخزنجي. التلاتة نجحوا انهم يهربوا من السجن، وفي تاني يوم لهروبهم خطفوا واحدة اسمها دعاء، ولغاية دلوقت مش معروف السبب الحقيقي لخطفهم لها. أبوس إيديكم، خرجوني من هنا، سيبوني أروح، أنتوا عايزيني إيه؟ لو البرية إيه؟ كنا عاوزنا منك حاجات كتير أوي، إحنا من دلوقتي عايزين شقانا، عرقنا، شنطة الفلوس اللي سرقناها إحنا وأخو جوزك حالة فيه، واتسفعنا بسببها سنين طويلة أوي في السجن، يا فين؟ صدقوني، جوزي ما يعرفش حاجة على الشنطة دي خالص، صدقوني! عارف يا قلنا عظمة لسانه انه خبى الشنطة عند احمد جوزك قبل ما يطلع عليه.
احمد لو بيعد الصحيح يسلمنا شنطه الفلوس عشان يستلم اقساط ثانيه. وفي اخر محاوله للقبض على خير ورشاد وبدوي استشهد الملازم مدحت علام. وعشان الصوره تكون واضحه قدام حضراتكم بضيف ان الثلاثه دول ليهم شريك رابع اشترك معاهم في سرقه جواهرجي معروف بنشاطه المريب في تجاره العمله. والغريب ان الجواهرجي ده رغم اعترافه بسطوهم عليه الا انه انكر انهم سرقوا منه اي حاجه. يعني واضح انهم سرقوا منه مبالغ ضخمه من العملات الاجنبيه من اللي بيتاجر فيها في السوق السوداء بشكل غير شرعي. ده اغلب ظننا يا فندم. طب وشريكهم الرابع؟ لحسن الحظ كان مسجون في سجن تاني ورغم شراسته وعنفه الا انه ما حاولش يهرب. والعجيب انه كان قدوه حسنه وهو مجند في الجيش وكان من ابطال الرمايه واسمه حلف القبه. مش هقولها لك يا حلف. انتوا عزقوني في عيشتي ليه؟ هي ناقصاكم. انت مبرق ليه؟ ها؟ مبرق ليه؟ انا بترعب من اللي برق لي. أنا نفسي أفهم أنت عايز إيه؟ أنا مش عايز حاجة، أنا عايزكم تسيبوني في حالي، لا حد له دعوة بيا ولا ليا دعوة بحد. يعني إيه؟ نبني لك سجن مخصوص؟ والله مش هيخسر، وهو على قدك اللي داخلين أكتر من اللي خارجين. حد لقى حتة يتوه فيها الأيام دي؟ وأكرهك معاك. أنت مفيش سجن في الجمهورية إلا ما رحلناك عليه علشان تتهد وبرضه مفيش فايدة. أنا كان عندي ثلاث مساجين زي الفل، ومن تحت راسك واحد بقى أعور. والتاني انتحر والتالت وديناه سرايه المجانين. نصيبهم بقى كده هنعمل ايه؟ عايز مجموعه احكام نتحكم عليك بيها وانت جوه السجن بسبب عمايلك دي بقت قد ايه؟ انا ما بقتش اعد يا مؤاخذه. 15 سنه ده غير السبع بتوع قضيه السرقه اللي رميتك علينا. ما انا كمان ما حدش يدوس لي على الطرف، انا اللي هيكلمني هحط صباعي في عيني عشان اكون فيها اعدام. يعني مش ناوي تجيبها لبره. طب انا بقى هعرف اتصرف بيك يا حنف يا عباه. يجيلك 20 جلده قدام زمايله وبعديها يترمي بالتقديم. 20 جلده ليه؟ وانا عملت انقلاب ده حتى نقتلها في عيش غرور غرور من وشي غرور من وشي. يلا ما تستنى ملحوم على ايه؟ يلا قدامي. يعني انا اتضغطت عليكم قدامي. ده ايه ضاع؟ اربعه ماشي. خمسه سته سبعه ثمانيه تسعة عشرة. لا بقى دي 15. دي العشرة يا حنف. هو انت اللي بتضرب ولا انا؟ طب ايه رايك بقى دي 17؟ ايه في ايه؟ في ايه ده ايه؟ دي غلط في العادة. انت تسكت خالص. كمل. 10 11 12 13 14. حس كده تشكل فورا فرقة بحث وتتعمل مجموعة تحريات وتتسلم القضية للمقدم شريف بركات من المباحث العامة. هو من أكفأ الضباط اللي خدموا معايا وهيقدر يعمل حاجة في القضية دي. ادوله بأمر مني كافة الصلاحيات اللي يطلبها. Thank you.
وصلوك. انت عملت ايه؟ ولا حاجه. ولا حاجه ازاي؟ انت كان ناقص يمشي قدامك موتوسيكلات وعربيه بسرينه. انت تهمتك ايه؟ سياسه؟ قلت لك ولا حاجه. انا ممكن بعد ثانيه واحده اكون خارج من هنا. ليه؟ حضرتك مين؟ الاشكيف؟ لا، انا هدق للشويش وقول له افتح وخرجني. هيخرجني. الدور الباقي عليك انت. ممكن تاخد لك تأبيدة زيادة. لا انا خلاص طلع افراد بعد 22 سنة. عارف. بس ممكن الزنزانة دي تتفتش ويتلاقى تربة حشيش هنا ولا هنا. ساعتها هيبقى في كلام تاني. قانون المخدرات دلوقتي فيه اعدام. مش كده ولا ايه؟ دي تلاقيح جيتك بقى. هات من الاخر. مقدم شريف بركات مباحث. اهلا وسهلا. حاجه الساعه عربي تلفزيونيه كلمني. انا اسمي حنفي اللي قدها. طلباتك. خيري ورشادي وبدوي. العيون فين؟ في استعلامات في الداخلية يا باشا. ممكن يقولوا لك على كل حاجة. ولا قلت اسم حنفي. براحتك. أنا بس حبيت أقول لك علشان ما تسمعش من بره. وأبقى قصرت في حقك. تقول لي إيه؟ خيري ورشاد وبدوي هربوا من السجن. افتح يا شويش. هربوا؟ امتى؟ وازاي؟ امتى وازاي مش مهم. بالاذن. اذنك معاك. طب اشتغل حاجه الساعه ملحوقه. نسيت اقول لك يا حنفي، خيري ورشاد وبدوي خطفوا مرات اخوك بالاذن. يا باشا يا باشا يا باشا اسعدت الباشا يا باشا اسعدت الباشا. ما تضيعش وقتك وقت يا حنفي. عاوز ايه؟ معايا ودي في الكلام. الكلام اخده عطا برضه. طلباتك يا ابا. الكلام اللي انت قلته لي ده جد ولا ملعوب من ملاعيب المباحث؟ لو عاوز تتاكد بنفسك ما عنديش مانع. مستعد ابعت لك حد من اهلك تساله. عملوها اولاد الكلب. ما خطفوا مرات اخوك ليه يا حنفي؟ هتعملوا معاهم ايه؟ ادي احنا بندور عليهم. ما تقلقش هنلاقيهم هنلاقيهم. انا اللي صعبان عليا مرات اخوك الغلبانه. يا ترى عاملين فيها ايه؟ اكيد مورينها الويل يا حنفي. وده اللي خلاني اجي اسالك. الاقيهم فين؟ مش هتعرف توصل لهم. دي عيال فاقدة زي دود الأرض. لا ليهم صاحب ولا مكان. صعب إنك تعرف هما بيفكروا إزاي. لو ساعدتني هوصل لهم. أساعدك؟ أساعدك إزاي وأنا محبوس في أوضة قد الحق؟ يبقى اتفقنا. اتفقنا؟ على إيه؟ هخرجك من السجن لحد ما أقبض عليهم. مش فاهم. أنا معايا كل الصلاحيات. قلت ايه؟ ماشي. ايه ده يا باشا؟ احنا ما اتفقناش على كده. انا ما كانش في بيني وبينك اي اتفاق. من اولها كده. امشي وانت ساكت. ماشي. ايه دي؟ عربية زي ما انت شايف. بتاعتك؟ امال سارقها؟ ولا تنفع تتسرق؟ انت كان حصلها ولا بتاع عربية؟ وبعدين؟ انا كنت فاكرك راكب مرشيدس. انا لا حرامي ولا مرتشي. ومش ندمان؟ اركب. انا اصلا مش كاتب. اركب.
هنطلع على فين دلوقتي؟ هنطلع على أجدع مطعم في مصر، ناكل لقمة حلوة ونروش بزازتين بيها. تكونش فاكر اني واخدك افسحك؟ انت اتكلم قولي دماغك فيها ايه؟ اكل الاول حنفي، اكل الاول. الحريم لسه موجود، الواحد نسي. شش، ترابيزه لو سمحت. بقول لك ترابيزه، اتحرك اعمل همك. ترابيزه انت بتتمع ليه؟ لم ترابيزه الاثنين لو سمحت، اربعه عشان خدت وجوزها جايين. سيكوا يا اخي. لا مؤاخذه يا مدام، بلاش اغرف. كبيرة تاني يا زوق. يلا بلاش كلام فاضي، المحل فاضي. يلا يلا. ايوه كده. انت نفسك ايه؟ بني ادم بس الدنيا عنده معاه، باخد حق بدراعي. حاجة تزعل دي؟ يلا خلصني هنقوم. والطقم البيضة اللي جاي فز، قوم يلا. ماشي. متأكد ان العيال مستخبين هنا؟ حط الطبانجة يا باشا، الكذب خيب. انا كذبت عليك. امال مجردان وقع على فين؟ خدمة انسانية مش هنسهلك العمر كله، هجيلك ليل ونهار. مش محتاج دعواتك، وفرها لنفسك. اقول لك انا يا باشا، اصل انا ليا عمى غلبانة وحدانية، رجلي في الدنيا ورجلي في الاخرة، ملهاش غيري. هروح اطمن عليها ونمشي على طول، وهكله بثوابه. مين عارف، يمكن تدعي لك دعوتين ربنا يكرمك ان شاء الله. قلت يا باشا جري قدامي. ربنا يكرمك. بيعمل ايه في بيتي؟ بيت ايه؟ تقول ما هو ايه؟ ايه
ساعة زي هنا، هو غير مواعيد ولا ايه؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي، اختاري طيب ولم الجسد بأي حاجة. قول مين اديك على وجهك؟ انت مش بتاعي انا. طب تعالي شوية بس يا كمان يا بوليس يا خلق اهو حرامي حرامي هنا كده عيب؟ ايه بتزعقوا ليه؟ ما خلاص طفيناه. ايه اللي طفيتوه؟ الحريقة. حريقة ايه؟ هو انت ما قلتلوش؟ اصل انا كنت معدي انا وصاحبي في الحاره، سمعنا السيد بتاعتك بتقول حريقه حريقه، طلعنا جري. انا دخلت جوه طاف الحريقه وقلت له هو يبلغ المطاف ويستنى عشان يجيبه. حريقه في ايدي. يلا يلا بينا. عمتك برضه؟ قلت له وقت تحيه يا باشا. يلا فيها 50 جلده. مش في السجن ان شاء الله؟ يعني مفيش حريقه جوه بيتي ولا حاجه. ازاي؟ السجن كان هتولع جوه. لا اله الا الله. بقول لك ايه؟ الحق طفيها. خلاص يا معلم طفاها. طفاها؟ ده نهار ابوك اسود ومش فاهم. تعالي تعالي هنا يا باشا. ايه؟ العربيه ما تخشش جوه. وده بيت مين ان شاء الله؟ عمتك الثانيه؟ لا ده بيت اهل دعاء مرات احمد اخويا. قولي خيري والعليل اللي معاك خطفوا مرات اخوك ليه؟ علم علمك يا باشا. يعني ايه خطفوها من غير سبب؟ صبرك ايوب، هو اللي فيه ده ما يبطلوش. سنجي بسنجي معاك نخلص المال. التحريات اللي عندي بتقول اللي بقوله لك هو اللي مظبوط. سكتنا العيال الهربانه هتبتدي من هنا. قلت ايه؟ ماشي يا حنفي، خلي ورقك كله مغطي بس مسيري اعرفه. ادينا وادينا بتوت العمر. احمد كان بيشتغل معاكم؟ احمد ملوش دعوه باي حاجه، دعوات في حاله. امال جالك منين ان هو اللي هيوصلنا ليهم؟ احنا هنقعد نحاكي ولا نطلع نعرف منه سكه خير والعيال الصيع اللي معاه؟ ايه يا باشا معناه ايه؟ معناه اني هطلع اتفاهم مع اخوك لوحدي. يلا على البركه. الكوره في ملعبك. بس الواد اخويا مش وش بهدله، خليك حنان عليه. مين معاه فوق؟ لا ده شويه نسوان نساج. انت احمد صبر؟ ايوه. شريف بركات مفتش مباحث. افتح. انت اللي جبت لنفسك يا باشا. علي النعمة ما أنا فاكر. أنا ما خرجتش من البيت من أيام العدوان الثلاثي. العدوان الثلاثي؟ ما خرجتش في حرب أكتوبر؟ كنت لسه صغير ما معاش عليها. بتعملها حلوة أوي. إيه ده؟ أنت بتقول إيه؟ بيقول لك ما خرجش من أيام العدوان الثلاثي. مساء الخير. مين؟ لا ما تشغلش دماغك، ده بوليس. خضتني، افتكرتك بتقول بوليس. ده بنت عسل، عسل. خير ورشاد وبدوي فين يا احمد؟
ما اعرفش حد بالاسامي دي. اخوك حنفي يقول انك تعرفه. حنفي ده سبب المصايب، كذاب. انا ماليش دعوه بحد، وما حدش له عندي حاجه، وما اعرفش حد. امال خطف مراتك ليه؟ ما اعرفش، ما اعرفش. ما حدش اتحرك في مكانك. ساعدني يا احمد عشان اقدر اساعدك. مش عايز من حد حاجه، سيبوني بحالي يا اخي، سيبوني بحالي. ايه اللي بينك وبينهم؟ بطل عياط واسمعني. سيبني بقى، سيبني. اقف عندك، سيبني في حالي. اقف عندك. ازيك يا احمد؟ خالد ورشاد جولك ولا لسه؟ اوعى تكون سلمت لهم الفلوس. ايوه جم وهسلمهم الفلوس. هيبقى اخر يوم في عمرك. الفلوس اللي دافعها 8 سنين طويله جوه السجن من عمري دي حقي. سيب سيب. لو سلمت له فلوس هيقتلوك وهيقتلوا دوعه كمان. امتى؟ هتقابلهم امتى وفين؟ امتى فلوس لغايه ما يجي؟ علي مساء الخير. انت لسه هنا؟ نسوان؟ دول نسوان؟ دول ملكات جمال قلعه الكبش يا باشا. الواد كان ابنيا في عيني. هي باظت ولا حاجه يا باشا؟ ازيك يا مولى؟ الحمد لله. اهلا يعني، اتفضلي. امال عامله فين؟ هكون فين يعني يا ست ماما في يوم زي ده؟ هو المطبخ طبعا. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. وانت طيبه حبيبتي. هو بال كل سنه يا روحي. ميرسي قوي يا بابا. انتوا واقفين ليه؟ ما تتفضلوا جوه. هشوف انا الدكتور. تعبتك معايا ممنونه. معقوله. بسلامته جوزك لسه ما شربش. وطي صوتك اخته جوه تسمعك. ما كمان جليطه وقله ذوق منه ان يعزمنا وما يكونش موجود. وطي صوتك. شريف زمانه جاي يا بابا، مش معقوله يبقى عارف انكم جايين ويتاخر. خليك محضر خير، احنا جايين البنت مش جايين له هو. معقوله؟ معقوله العيشه اللي هي عايشاها دي؟ بابا كل سنه وانت طيبه يا بنتي. امسكي. وانت طيب يا بابا. خدي. ايه ده؟ هيكون ايه؟ شيك ب5000 جنيه. بمناسبة ايه؟ من غير مناسبة. تعتبريه إعانة فقر. روحي اصرفيه، اشتري لك فستانين ثلاثة، اشتري حاجة لنفسك فيها. أنا مش محتاجة حاجة يا بابا. شريف مش مخليني عايزة أي حاجة. الكلام ده تقوليه لحد تاني، أنا لأ. معقولة؟ آجي 3 مرات أزورك ألاقيكي بنفس الهدوم؟ دي عبلة موسى. عبلة موسى اللي كانت الناس بتتحاكى بجمالها وشياكتها. وطي صوتك. خد. أنا أي مساعة نونة في المطبخ. هاي. لا يا بابا، ميرسي قوي. أنتِ تخرفي خالص. اللي مريح ضميري من ناحيتك حاجة واحدة بس، إن أنا ما كنتش موافق على الجوازة دي من الأول. يا بابا كفاية بقى، شريف ما فيهوش أي حاجة تتعيب. لا في عجرفة الفقراء ولنات الحيلة. وما تنسيش إنك أنتِ محسوبة عليا. أنتِ اسمك عبلة موسى. وبرضو أنا حرم المقدم شريف بركات. يلا اطلع عندي غير هدومي. اطلع انت اللي هتحفل لك هنا. بقول لك يلا. بالراحه. يلا. سخنها يا رجاله. مساء النور. ايه ده؟ جايب حرامي وما كانش حاجه بقى. اما حبيبه والله العظيم انا مش فاهم، مش عارف ايه اللي بيضرب الدنيا دي. يعني خلاص كل الكركونات والسجون اتملت فول قد عشان يجيبوا الحراميه يبيضوهم في بيوتهم. هو عليه انا اطلع السلم احسن. Yeah.
مساء الخير يا عمي. مساء الخير عليهم. حنف القباه عمر واحد زيزان 24. بقول لك حنف القباه مد ايدك وخدها تاني خليك حل. ايه ده؟ ايه ده ايه؟ ايه اللي عمل فيك كده يا شريف؟ ومين ده؟ مسجون. وده بيعمل ايه هنا في بيتي؟ هغير هدومي واخده ننزل على طول. اهلي حماتي. مساء الخير يا تاني. موسى عاجبك كده؟ انا عملت حاجه قدامي. طب قولهم يعملوا لنا شويه شاي خرمان. منى اعملوا شويه سم هاري يشربهم قدامي. ايه تعالى هنا اهو خش قدامي. موسى ماما خيريه فوقي قسما عظما اسمع صوتك اتحرك من مكانك ليكون اخر يوم في عمرك. انا كلمته ولا فتحت بقي ولا هو افتنى وخلاص؟ اتكتم خالص بقولك. ادي احنا كتاب. والله زمان. ماما بابا سيبينك حنا احنا اللي فينا مكفينا. يا عيني عليك وعلى بختك الهباب يا حبيبتي. يلا يلا بينا خير. انت قدامك سكه من اتنين، يا اما تقنعين هو يسيب شغله ويجي انا امسكه شركه من شركاتي، يا اما تسيبيه وبيتي مفتوح لك في اي وقت. انا على اخر الزمن هحط ايدي في ايد مجرم. وطي صوتك ليه اسمعنا. مع السلامه. هي حصلت يا شريف تقلب لي البيت تخشيبه وفين جوازنا؟ بقى بدل ما تدخل في ايدك هديه جايب لي مسجون. يا عبله ارجوكي مش كده. لا بقى يا شريف عبله عندها حق. ما تتدخليش موضوع زي ده. انجرح منه الشاي يلا خلصيني. انا؟ ايه خايفه من ايه يلا؟ وهيشرب شاي في بيتي؟ هي انت هتجنني يا شريف. مين؟ تسلم ايدك يا قمر من قد ما نعدامه. بحسبك حنف القباه. نعم حنف القباه مسجون ومش متجوز، بس ان شاء الله طالع افرج بعد 22 سنه. وانتي ها انتي اسمك ايه؟ انا ايه مالك متاخده ليه؟ عادي ما قلتليش بقى انت اسمك ايه؟ منى. منى منى عاش الاسامي يا منى. انت متقرب لهم؟ انا اخت شريف. اخت شريف؟ انا جاب لي السيره العفريت ده. انت متجوزه؟ لا. الحلاوه والجمال ده ومتجوزش لغايه دلوقتي. ازيك يا ماما؟ انت عايش لنفسك ولشغلك بس. عايز تثبت لنفسك ايه يا شريف؟ انك ما تقلش عن كل اللي حواليك وعلى حساب مين؟ حياتي انا؟ انا خلاص ما بقتش قادر استحمل. تقلب لي البيت تخشيبه يا شريف. سبحان الله سبحان الله. ايه في ايه؟ مستحيل مش ممكن. الخالق الناطق ايه؟ هي مين؟ حب كبير. إيه انت مش اسمك منى؟ اه هي كمان كان اسمها منى. خطيبتها الله يرحمها ماتت في حادثه عربيه كرو. عربيه ايه؟ كرو. صوره تلقى الاصل منك. كل حاجة فيك بتفكرني بيها. جمالك، رئتك، عينيك، لمسة ايديك. كنت أول ما أشوفها أخد إيديها من إيديا كده أحطها على شفايفي كده. ساعتها
لون الدنيا كان بيتغير وحس براحة غريبة غريبة. كنت لما اكون متضايق ولا تعبان اروح حاطط دماغي على كتفها كده احس ان انا عيل صغير وعايز انام. عارفه كانت هي بتعمل ايه بقى؟ كانت بتحط دراعتها حوالين رقبتي كده. ايوه حط دراعك التاني. ايوه كانت بتعمل كده بالظبط. بعد كده ابص لشفايفها عشان تسقيني من حنانها. بالظبط هي كانت بتبرق كده برضه. يا ابني بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله. ده لا يمكن تكون بني ادم. انا هفهم حضرتك يا باشا انت فاهم غلط. ما اصل اخت حضرتك تعبانه ومعقده كلها مشاكل. ما صدقتش لقيتني يا عيني بتحكي لي على مشاكلها. كان بيقول لك ايه؟ الكارو. اسمع عندها مشكله كارو بقى. انت مالكش دعوه بيها. ما تجيش لحياتك خالص مفهوم؟ ماشي. وحياه بابا ما نعدلك في البيت ده يا شريف. بالسلامة والقلب ده عيلك. مالك يا عبلة في ايه بس؟ اسألي محروس اخوكي. الشنطة بتاعتي فين؟ الشنطة دي بس يا عبلة. يا عبلة عندك انت حطها فين؟ لقاها. يكون في علمك انا مش رايح بيت ابوك علشان ارجعك. مش ده لو كنت عايز ارجع لك من اصله. ايه يا جماعة؟ ايه يا جماعة؟ انتوا كبرتوا خلاص. انتوا صغيرين على الحاجات دي. ما تصحش كده. مش قاعدة في البيت ده يعني. مش قاعدة في البيت ده. في 60 داهية يا شيف. ايه انت كلم مراتك كده يا شيف؟ ما انت سامع بتقول ايه؟ طيب عندك انت اوديها لك فين؟ وديها الاوضه عشان الم هدومي. قدامي. طيب يا شيف انا تقولي في 60 داهية عاملة. ما تقولي حاجة لاخوك يا منى عقليه. طب هي مجنونة تقوم تعمل عقلك بعقلها. ما تعقل امال يا شريف. دي عاملة بتحبك. بلا حب بلا زفت. قولي الواد حنفي ده كان بيقول لك ايه ما اخش؟ لا انت عايز الحق الغلطه غلطتك. انا مش عارف انت مستحملاه ازاي وعلى ايه. بقرع ونزهي على راي المثل. اخي عريان مش عارف ايه يحب ايه. ايه ده؟ لا وفوق كده ايه؟ نكدي نكدي قوي. انا عارفه الغلطه غلطتي. انا من الاول اللي رضيت اني اتجوزه. معلش ملحوقه واللي اتكسر يتصلح. هو مش عارف انت مين ولا ايه؟ مش بس الزمن الاخضر دي بتجيبوا فيها خضار دي ولا ايه؟ عايزه دي؟ لا دي بتاعته هو. مش عايزين ريحته حاجه. بس حاجه تاني. الحاجه اللي في الحمام. يلا بينا ناخدها. حار ونار في جبتيته. بس تبلوش حاجه. عيشه تقرف وحاجه تقرف. انت بس يا شريف بلاش العصبيه دي. طيبه بنت موسى اللي في دماغها. في دماغها مصممه على الطلاق. مخها ده مرطوشه قديمه يا جدع. اتكل على الله وابعتها المأذون. يلا هي مساله عند. طب انا مش هطلق واعلى ما في غيرها تركبه. لا بقى كده هتدخل نفسك في قواضي ومشاكل ودوشه ما انتش قدها. اسمع انا هكلمها لك وزي ما دخلتهم معروف تخرجوا معروف. ها شايفه؟ وتقولي لي بتحبك بنت خيريه مصممه على الطلاق. والله انت صعبان عليا. انا مش فاهم ده جنسه ايه. اقول له خش رضيها بكلمتين يقول لي ما تلزمنيش. ده اصل ايدي جت على البتاع فالبتاع جه على البتاع فالبتاع عمل البتاع. بتاع ايه؟ البتاع. لسه لك حاجه تاني؟ لا يلا بينا خلينا نسيب له بيت ونمشي بالقلب الدماغ. ايه رايك بقى انها كبرت في المي خلاص ولازم تطلقني دلوقتي؟ مش هطلعك والبيت هسيبهولك. اشبعي بيه. شريف عبله انتوا مجراكم ايه؟ انتوا عمركم ما عملتم كده ابدا. انت تتفضي خالص. ما تدخليش في المسائل دي لوحدك على وشك. انت مالك انت تسيبيهم يتفلقوا وتتنيلوا مع بعضيهم؟ اللي بقت عيشه دي كل شويه زعيق ونكد. يا عيشه بقت تقصر العمر يا شيخه. يا
يلا بينا عبلة. تعالى هنا انت رايح فين؟ انتوا كاترني طلقني. الكلام مش هيكون معاك، الكلام هيكون مع اهلك. ماشي. انا شايف بقى ان العيال ايه خرجت خالص. ماشي خربتها وقعدت على طلعها. هز قوم نشوف شغلنا. يلا بينا على الجيارة يا باشا. يلا الوقت بيمر ومحدش ظهر. الغايب حجته معايا يا باشا، متقلقش. طب ما يمكن راح حته تانيه. لا لا ليه؟ وط صوتك، الحته مليانه نضرجيه، لو سمعوني مش هنطلع من هنا سلام. جالك مين انه مش هروح حته تانيه؟ ده مؤاخذه، ده الدولاب بتاع الواد بدوي اللي بتتلم فيه الصحبه. دولاب من اياهم؟ اه الخن اللي بتعاطوا فيه المزاج. دولاب ماكس ولا دولاب بودره؟ هو زي ما تقول كده سوبر ماركت. اه بودرة على ماكس على جميع انواع الكيف، واللي مشغلها البيت نوسة جو بتاع بدوي، عشان كده جايين. ما تقلب سجارة باشا كده يجيبك سواب. سجارة باشا. هنا قبل كده ابدا. هو ده الصمت الرايج اليومين دول يا معلمة. لموا العمليه شويه، مش عايزين ريحتنا تفوح. مالنا يا معلمة؟ احنا عملنا له فيش وتشبيه وكافه التحريات. ابوه شغال في الخليج واللي بعت له الكافتير يكفيه. لا مؤاخذه باشا، انا عايز اكلمك في موضوع مهم. اتكلم. انت مزعل مدام ليه؟ انا اللي مزعلها ولا هي اللي مزعلاني؟ دي بان عليها بنت ناس وبتحبك. اه مقدرش انكر انها بتحبني، بتموت فيا كمان. احنا واخدين بعض على حب. دي كانت هتعادي اهلها على شق. اه انت اتجننت؟ انت ازاي تدخل نفسك في موضوع شخص زي ده؟ انا بنورك يا باشا. شوف اما اقول لك، الست من دول يا تملى دماغها بالكلام يا تملى عينيها بالفلوس. وانت ولدها لا فنجري بق ولا حيلتك اللاضه. هتستحملك على ايه؟ بدوي. ايه بدوي؟ وادي خالد ورشاد وراه. لسه بتشرب خل هنا يا ارمه يا معلمي؟ بيض بودع اهلك. يلا بينا. مستني ايه؟ استنى هنا. انا رايح فين؟ اللي فيه ده ما يبطلوش. خليك مرزوع هنا لحد ما ارجع لك. خلي بالك يا باشا، فؤاد اسمه بالانس جوه ايده مرزبه. تسلم ابو الرشد، التعميره بتاعت النهارده عاليه قوي. ابدا والله يا خايب، بتاعت امبارح كده احلى. انت احلى من الكل. يا ابني حرش الحجارة شوية. لا يا بالهنا والشفا. رشاد وبدوي وموسى، والله وقعت ولا حد سمع عليك. Oh!
وتفتكر يا ضابط. ما تجمد امار. ما تفوقني يا روح امك. بتوجع. كلكم عليا يا ولاد الكلب. ايوه خيري، انا حنفي القبه. يصير الحي تلاقي يا خيري. ده مرات اخويا فين؟ الحفظ والصون يا قباها. ازيك يا رشاق؟ بغص العربية؟ وأنا كنت بغص مرسيدس يا خايف. وريني خدت ايه الحاجات دي؟ يلا بنت شحاته. ايه ده؟ انتوا بتعملوا ايه؟ مين ده؟ مالناش دعوه دلوقتي تصيروا. لا بقى احنا مش عن الصالح. ما تقوم انت ونشيل عن بعض شوية. ها اسمع، خده واطلع بره واقفل الباب عشان ابقى احبك انا بقى. يلا بينا خير. سيب انا العيال الصيع ده ويلحق خير ورشاد يا باشا. احبس نفسك كده لغايه ما ارجع لك. ماشي يا باشا. ازيك اسماعيل؟ انت جيت امتى؟ تعالوا بقى ورايا، انتوا اللي جبتوا روحكم. ليه باشا كده يا باشا؟ الله، ده انت بسبعة رواحة باشا. مش فاهم الواد اطلع لنا بالامن وسيبه. وايه اللي خرجه من السجن اساسا؟ ده احنا كنا ضايعين ضايعين. اللي هيجنني ايه اللي لام الشمع على المغرب؟ كان بيعمل ايه حنفي مع ضابط المباحث؟ حنفي؟ ما كانوش خاملين علينا قنبينا هما الاثنين، وكانوا هيتقاسموا في الفلوس. حنفي مش سهل. اسالنا انا عليه. الفلوس لسه في امان مع الواد احمد اخوه. وتضمن منين يا خيري؟ لو مالي ايده من احمد اخوه كان عملوا طعم يصطادنا بيه، وما كناش شفنا خليته من اصله. يبقى لازم نتصرف بسرعة قبل ما يتلام على أخوه ويلعب بدماغه. شوف يا رشاد، لا حنفي ولا مليون واحد زي حنفي هيقدروا يلعبوا بدماغ أحمد طول ما معانا كلب الكذاب. مش كده؟ مظبوط يا خيري، معانا البيت يبقى هنبصر بالواد. ما اكدبش عليكم، أنا ابتديت أخاف. عشان جبان اللي يخاف الأيام دي ما يعيش يا بدوي. ولا ايه؟
بقول لكم ايه؟ بقكم ما يتفتحش بكلمه واحده. انتوا تسيبوني مني ليه؟ وانا لله في لله ما بقبلهوش. هي كلمه واحده ورد غطاها اللي حولها له. افرض مرضيش. مرضيش؟ ده انا عندي بدل المحامي 10 يوريهم النجوم في عز الضهر. بس يا بابا. بس ايه؟ حنيتي تاني؟ امال احنا جايين هنا ليه؟ عيني عليكي وعلى بختي. قصدي بختك الاسود يا بنتي. انت هتنوحيلي يا خيريه؟ انا ناقصك؟ قلت ايه يا عبد؟ اللي تشوفه يا بابا. اللي تشوفه يا بابا. يا منى من فضلك، شريف هيتاخر اكتر من كده؟ اهدى بس يا عم، على ما تشرب قهوتك يكون جه. مش عايز اشرب حاجه. طب اعمل لك شاي؟ مش عايز شاي. بابا منى مالها الذنب؟ انا بجد. انت بتدور على ايه؟ مفتاح الزفت ده. هو ده؟ سبحان الله، مع اني فتشته 100 مرة. كملي جميلك بقى وفكلي البلوة دي. كده يبقى ضاع. على ما تفرقش. لما يصحى اخوكي قولي له ما يقلقش عليا، ها؟ سلام عليكم. انت رايح فين؟ مشوار وراجع. عايزين نبقى نكمل كلامنا بتاع الكرة. ازيك يا بابا جمعة؟ سي حنف يا ابن مالك، بلمتك ده ليه؟ زي ما كنت شفت عفريت. لا ابدا، وده معقول؟ الحمد لله على السلامة. ده حتى لو الاستاذ احمد اخوك شافك هيفرح قوي. لا شيخ. تشرب شاي معايا؟ ما يضرش. أنا فين؟ منى؟ منى؟ شريف، ألف حمد لله على السلامة. ارتاح ارتاح. أنا إيه اللي جابني هنا؟ حنفي هو اللي جابك امبارح بالليل. وعبلة برضه ما اتصلتش؟ دي جت امبارح هي ومامتها وباباها وحنفي طردهم. طردهم؟ طردهم إزاي؟ يا ريته طردهم وبس. عمل إيه تاني؟ ده ضرب عمي موسى على قفاه. أحسن. على قفاه؟ ده خرج من امبارح بالليل ولسه ما رجعش. خرج؟ خرب بيتك يا شريف. احمد فين يا جمعه؟ انا رحت له البيت ما لقيتوش. احمد، اسم الله عليك احمد. ما اصل ما جاش الورشه من امبارح. بقول لك احمد فين؟ اسمع يا ادم، اقول لك انت عارف ان معزتك عندي معزه احمد اخويا وطول عمر سره معاك. انت لقيه فين؟ ما اعرفش ما اعرفش. انت يا ياض لقيه فين؟ الحقوني الحقوني. انت يا ياض الوقت بيمر، احمد وضوع هيروح جاي هيموتوا. انت يا ياض خلصني. احمد خد لهم الشنطه اللي كنت انا معاه وهيروح يقابلهم. امتى وفين؟ العصريه عند مخزن السكه الحديد. بتعمل ايه تحت البنك؟ ايه هنكون بنعمل ايه يعني تحت البنك؟ وكمان اهل انت رايح فين؟ سيبيني فين انا فيه؟ انا لازم انزل حالا. انا مش ممكن اسيبك تنزل وانت في الحاله دي. يا منى ارجوكي، انا مستقبلي في خطر. حنفي هرب مني، عارفه ده معناه ايه؟ معناه اني هتقدم لمحاكمه عسكريه. ما تقولش كده يا شريف. اقول اكتر من كده، انا هبقى مسخره وسط زمايلي في الداخليه كلها. انا خلاص ضعت، انتهيت. فتحت باب الشقه ازاي؟ ما حبيتش عليك وفتحته بطفاشه، في حاجه؟ انت جسك ايه يا اخي؟ يا مدبخ انت معاك مالي عينك ولا ايه؟ كنت في اهل المصيبه. لا انت سكت العيال. امال فين؟ ما يلا بينا. بالهداوه، كل شيء بقى اوان. امتى؟ لا بقى، اخد حمام الاول ومنجه نفسي واخرج احكي لك. ها؟ مش هتفتح لي لا؟ شريف فكيه. ما تفكي بقى، ما هو قال لك اهو.
بقى عايزك تعملي لي فنجان قهوه من ايديك الحلوين بعد ما اخد الدش المتين. اشرب بقى فنجان القهوه من ايديك الحلوه عشان عايزين كمان نبقى نكمل موضوعنا اللي احنا كنا بنتكلم. تقول لها ايه؟ مين؟ لا ده انا قصدي في موضوع خاص بيني وبينها يعني. مالكش دعوه بيها خالص. هو انت ليه محمود كده؟ يلا خش خد حمامك عشان ادخل بعديك. تلاش لسه قدامنا وقت. يلا ماشي يا باشا. قدامي قدامي على اوضتك. شريف بيه ساكن في انهي دور؟ ايوه كده من الدور الخامس شقه 53. شكرا. ايه ده؟ في ايه؟ بقالك ساعة في الحمام بتولد؟ وايه ده؟ لابس البرنس بتاعي؟ طب والله اخرج لكم بالبوص، مش هم التجنود في البيت؟ طب يلا يلا. يا منى 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 مينو المقدم شريف موجود؟ نقوله مين؟ خليه عبد الخالق ابو العنين. خلاص قصة الهواء في الباب اتفضلوا. التليفون في عطلان ولا ايه؟ ما بيجمعش. المقدم علاء العميد صالح. اهلا وسهلا. اهلا اهلا شرفتونا. شابوا ايه؟ أنا متهيألي شفت سيادتك قبل كده. إحنا اتقابلنا فين؟ أنا برضو بشاب على حضرتك. أنا متهيألي اتقابلنا في بني سويف، طرة، في أبو زعبل، في الحضرة. مش بعيدة. أنا فعلاً كنت بزور بني سويف والحضرة وأبو زعبل بحكم شغلي. لما كنت بفتش على السجون هناك. بس أنا شفتك قبل كده. هناك؟ أنا أصلي بقى إيه؟ مش بزور الحتة دي. أنا أعتبر مقيم هناك. إيه ده؟ لا مؤاخذة الدبانة معلش. مظبوطك يا باشا. مظبوط مظبوط. إيه؟ مظبوط يا ولد. إيه؟ مظبوط. بعدين بقى يا منى 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 الدبانة أصلها هنا. طعم قهوة البواب. مبلمك كده ليه؟ اتحركي. ها وأخبار الداخلية إيه؟ عاملين إيه في شغلكم؟ يعني ما بتقولوش انتوا اليومين دول. انا متاكد اني شفتك قبل كده بس فين فين؟ حد يفكرني. خلاص عاديش غير دماغك ليه؟ شفتني ولا ما شفتنيش؟ ادي احنا اتقابلنا وخلاص. انت تعرف لشريف؟ هو زي ما تقول كده احنا نسايب بس اكتر من الاخوان. يا ابني كفايه بقى. لا دي فانا نزل قوي. يا ابني احمد احمد شويه. طب انا ايه؟ قلنا خلاص خلاص يا ابني خلاص. اعمل معروف سبب حالها. ارحمها وارحمنا. ما انا عليه مجنون يا فندم. ده مش مجنون ده اكيد مجنون. بس الدبان مضايق عندك. ايه؟ اثبت معاه اثبت عندك. الله يخرب بيتك. خير خير باذن الله. في دبانه تانيه على كتفك يا باشا. شريف فين؟ ستيو؟ مين المجنون ده؟ ايه؟ هو عمل ايه ساعتك؟ ده بهتمنا. انت مين ده؟ ده حالف القبها ساعتك. وانا بقول شفتك فين قبل كده؟ شفتك فين قبل كده؟ ده يرجع السجن فورا وانا قدرت تعدموه قدموه. ايوه فضل بس انا لسه محتاجه. ده اخيرا عرف مكان العيال الهربانين. مش مهم يرجع السجن فورا يا فندم ارجوك. خلاص يبقى تخلص مهمتك وتبلغني بيها اول باول وبعدين تسلمه لي شخصيا شخصيا. يلا تعالى. انت عملت فيهم ايه؟ ان انا كنت بشيلهم الدبان. ازاي يعني؟ كده باشا. صلى على النبي يا باشا.
محدش باين له اثر يعني. ما ترد يا بني ادم، ما تهمل بقى وده وقته. الحباب كلهم وصلوا. يلا باشا يلا. الحمد لله على السلامة يا أحمد. ضاع فين؟ الحفظ والصوت. سلم واستلم. وين يا ضامر؟ كلمة شرف. هاخدك معايا وهتشوفها بعينك. محدش يتحرك مكانك. بسبع البرومبا. انت جرالك يا مجنون يعني؟ ما تضيعنيش وتضيع نفسك. انت ضايع ضايع خيري. فلوس لسه مع اخوك، حط ايدك في ايدي نلحقه ونتقسم في فلوس انا وانت بس. ضاع فين؟ ازيك يا ابا حنفي؟ انت خرجت من السجن قبل ميعادك يعني؟ حسن سن وسلوك ولا ايه؟ ودي تيجي برضو يا ابا؟ انتوا بس اللي وحشتوني، قلت اخرج اشقر عليك وارجع تاني. شغلانه الفرن بقت صعبه عليك، انت بدك راحه. هانت كلها كم شهر ويفكوا الحراسه عن الابعديه وكم عماره اللي حيلتنا، وساعتها الاشياء هتبقى معدن وما بقاش محتاج للشغل. طب ابتدى يا ابا. اعمل لك ايه؟ ما هو اللي ما بيشوفش من الغربال يبقى اعمى. امك وكم اللحم اللي في الاكل دي اعيشهم منين؟ ما انا قلت لك استريح انت وانا الاكل سداد يا ابا. يا ابني القرش الحرام لا بيدوم ولا بيشبع. خدها سيره وخلينا في المهم.
احمد اخويا ليه فين؟ ازيك يا عز؟ كبرت يا راجل. ازيك يا عز؟ ازيك يا اخويا؟ الحمد لله على السلامة. انت خليتني عندي امتى؟ لحقت تخليتيهم وانا في السجن. هعمل ايه بقى؟ ما تبصيش حولك انت. ازيكم؟ الف بركة يا اخويا. ازيك يا ابو سعيد؟ ازيك انت حبيبي؟ ازيك صحيح؟ الحمد لله على السلامة حبيبي. الحمد لله على السلامة. ازيك يا امه؟ مش هتسلم على اخوك احمد؟ عايز مني ايه يا حنفي؟ شنطة فينا يا احمد، الامانة اللي استأمنتك عليها. نجوم السماء قرب لك منها يا حنفي، الشنطة دي مربوط عليها حياة واحدة، ملهاش أي ذنب غير إنها مراتي، هسلمها لهم عشان أخلصها من إيديهم. تبقى مجنون. أنت عارف الشنطة دي فيها قد إيه؟ فوق ال 100,000 دولار ملهمش صاحب. حتى لو فيها كنوز الدنيا بحالها ما يلزمونيش، أنا عايز مراتي. مراتك مش هترجع لك لو سلمت لهم الفلوس. أنا هعرف أرجعها. فلوس كتير، هتنقلنا كلنا من تحت الارض لسبع سنة. واحد يقول الفلوس فين؟ كلمه يابا، عقله. يا ايه الحكاية يا حبيبي؟ انا اقول لك يابا، قبل ما يدخل السجن فات عليا واداني شنطة مقفولة وقال لي عينها عندك امانة ولا هيطلع بني ادم، وانا من حب ليه شلتها بيه رموش عليا من غير حتى ما اعرف فيها ايه، لكن قلبي كان حاسس ان وراها مصايب، وفي الاخر طلعت الفلوس المسروقه اللي اتسجنوا بسببها. الفلوس دي انا دافع ثمنها، دي مش فلوسي لوحدي، دي فلوسنا كلنا. ودوع مراتي اللي خطفوها وحطوا حياتها في كفه وشدت الفلوس في الكفه الثانيه، ما فكرتش فيها؟ قلت لك مش هعطلهم يقصوها، هما كل همهم الفلوس. فين الفلوس؟ الفلوس فين انت؟ في ايدك على اخوك. يابا الفلوس دي بتاعتنا، حقنا، دي نصيبكم في الدنيا. الله الغني عنها. شعره من راس مرات اخوك بتساوي الدنيا واللي فيها، شيلك عنه. اجري اجري اجري، رجع الفلوس وافدي مراتك، قلت لك اجري. الفلوس سيبني يابا، سيبني، مش هتخرج وراها الا على جثتي. قلت لك سيبني يابا. بتمد ايدك على ابوك يا حنفي. تهرب انت كمان عشان تكمل؟ هتفضل موقفني كده كتير؟ انا جعان. ايه باشا مالك؟ لا مفيش. اوعى تنخى او تطاطي تاكل رقبتك. تتكلم عن ايه؟ عدينا يا باشا، يئست اسودت الدنيا في عيني. اديها دارك تجري وراك مع عصلجه. اديها بالجزمة. هي مين؟ الدنيا تعبت، فشلت في شغلي وفشلت في بيتي. مفيش مشكلة ملهاش حل يا باشا. مش لاقي لها حل غير اني ارجعك السجن واسلم القضية لضابط تاني. ليه يا باشا كده؟ انت حتى كده تبقى ضعيف، والضعيف ملوش مكان في دنيتنا دي. والكلاب، الكلاب اللي مش قادر اوصل لهم. انا معرفش السكك المقفلة يا باشا، هنوصل لهم ان شاء الله، هنوصل لهم. بتحبها؟ ايه مين؟ في حد غيرها؟ ست هاني ولا معلم؟ رد عليها طيب، كلمني زي ما بكلمك. تحبها؟ وانا لما كنتش بحبها كنت اتجوزتها. وانا بقى يا باشا متاكد تماما ان هي رخرة بتحبك. مش عرفها من لهفتها عليك.
وانا داخل بيك متشال ومتداول. صح حنفي عنده حق يا شريف. منى ما تدخليش انت في الموضوع ده. باشا انت غشيم وما بتفهمش في الحريم، حاسب على الفاظك. اقعد بس يا باشا واسمعني كويس. اي واحد في الدنيا دي بيتمنى ان هو يحب ويتحب، وانت والهنا بتحبوا بعضيكم، عايز ايه؟ الفرق اللي بيني وبينها تعبني. ايه الفلوس يعني؟ الفلوس بقت مع اي حد الايام دي، وزي ما بتيجي زي ما بتروح. الراجل ما يعيبوش غير عيب واحد يا باشا، العيب ده انت عارفه وانا كمان عارف. العيب ده فيك يا باشا. حلف انا مصدقك يا باشا، صدقك. يلا روح هات مراتك. يلا بس. بقول لك حنفي عنده حق، عبله بتحبك وانت بتحبها، بتعاند ليه؟ يلا باشا يلا، احنا ورانا شغل كتير، وانا هستناك هنا انا ومنى لحد ما ترجع. انت مش بتعرفي تلعبي صلح؟ ايوه صح. مالكش دعوه بمنى، وهتيجي معايا. اجي معاك في ايه؟ هنروح نجيبها، وتعالى اشوف لك هدم عليها لقيمه تلبسها. ما بلاش. انت ما عندكش نظر، مش تلغيني؟ نعم. نعم ايه؟ نعم الله عليك. ايه نعم دي؟ بتفتح نفسك. اوعى. يلا امشي، انا سجنك. اقعد هنا. اقعد. يلا امشي. خيريه اللي عايش في امريكا ده بيقولوا عليه مالتي مليونير. ما تشرفناش بحضرتك. ايه لاسته كده؟ اللي ماشيته كده؟ يوديك لاين ده اللي ساعدنين ده؟ ما تشرفناش بحضرتك. حلفي حلفي القباه. نعم؟ حلفي القباه. حضرتك بتشتغل ايه؟ متعاهد. متعاهد؟ متعاهد ايه؟ في مصلحة السجون. عايز ايه؟ عايزك انت يا عبلة. شبعت من الكلام ده. ارجوكي سامحيني. ارجوك انت طلقني. ويهون عليكي حبنا يا عبلة. ما تحاولش تأثر عليا. طلقني يا شريف. في ايه يا حنفي بيه اكتر من ان طبقة الاذن تتخرم؟ دي مسألة في منتهى الخطورة. الأذن اتخرم؟ ما انت حق عليك، ازاي تسيبهم يخرموه؟ يبقى فين الشبابيك كنت خارج؟ ها؟ مين اللي خرم؟ بلد دلوقتي بقت أي حاجة فيها تخرم بسهولة. إيه الأذن ده؟ ولا نسبة التلوث في القاهرة اللي بقت 10 أضعاف المعدل العادي اللي ممكن يعيش فيه أي بني آدم. طب ما تهجوا منها. ونروح فين؟ روح أبو أتاتا. فين؟ أبو أتاتا. بلاش وزون. وزون اتخرم؟ قال لي يا ابن خالتي مرة اتخرم من الوزون كنا صغيرين. فكان ضهر في عيني، كانت امه بقى مربية وزون فوق السطوح. خرم هو الوزون من غير ابوه ما يعرف. ابوه جه بالشغل لقى الوزون مخروم. قال له علقة. تسمعني يا عبلة، انا بمر بظروف صعبة ومحتاجك جنبي. وانا مين يقف جنبي؟ انا كمان بمر بظروف اصعب 1000 مرة من ظروفك، وانت السبب فيها. انا يا عبلة؟ ايوه انت. معيشني بدحين، حتى الشيء الوحيد اللي انت قادر عليه حرمني منه. انا ما حرمتكيش من حاجة يا عبلة. لا يا استاذ، حرمني من ابسط شيء واهم شيء تتمناه اي ست. مش فاهم. حرمني من الخلفة. وانا قلتلك ما تخلفيش. واخلف ازاي؟ بالمراسلة. عبلة. على العموم انا حابب اديلكوا عنواني تيجي تقضوا عندي 2 3 براحتكم. يا امي بتاع الاذون انت تعرف الاذون. موسى ايه ده؟ يا مدام مالك، حد كلمك؟ مش ممكن، مش معقول. انت تالت وهنا؟ اعلى موسى اعلى، ما تهورش اعلى، ما تأذى المجنونه مراتك. ده انا هخليهم يقطعوك حتت. ما بعتنيش يا موسى، هرجوك طلعني كده. طب يا بنت موسى وانا اللي اقول لك. قال لك اه، قال لك ايه؟ قال لك اه. Thank you.
شريف معاك دعاء؟ لقيتوها فين؟ ايه؟ طيب انا جاي حالا. على الحالة دي وانطبق عليها أوصاف البنت المقطوفة، علشان كده بلغت سيادتك على طول. ظهر إن ثقتي فيك ما كانتش في محلها يا شريف. انتهت علاقتك بالقضية دي. من بكره هكلم بيها ضابط تاني، ودلوقتي حالا تسلم المسجون اللي كان معاك. حاضر يا فندم. حنفي 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 هرب. قتلوا ضوع يابا، لو مرميه مقتوله في الشارع عشان ما كنتش مصدقني لما كنت بقول لك الدنيا تقل خيرها. ابو سيدك يابا، قول لاحمد الاقيه فين قبل ما يحصلها. حنفي الحق اخوك يا ابني،
هيقابلهم بعد شوية عند الباب الوراني للاستاد. الو حنفي، انت فين يا حنفي؟ اسمعني كويس يا باشا، قدامك خمس دقايق مش اكتر تكون عندي، دي اخر فرصة لينا عشان نصفي حسابنا مع العيال. قلت ايه؟ اجيلك فين؟ ثواني وهكون عندك، ما تتنقلش من مكانك لما اجيلك. انت ناوي تعمل ايه؟ هاخد طاري بايدي. انت مش هتعمل حاجه خالص. هات المطوه قدام البنت اللي راحت يا باشا. دم ضاعه. ايه هروح هدر؟ ما تخليش الغضب يعمى عينيك. هات المطوه مش قبل ما اخد طاري بايدي. دي مش غابه، في قانون، والقانون انا اللي بمثله هنا. قانون ايه اللي انت بتمثله؟ البنت ماتت، القانون ده تروح تمثله عند مراتك اللي انت مش عارف تحكمها. يا وضيع يا حقير يا ابن الفران. هشوف نوع الاول هتشوف لما تحصلها. أنا معاك ما تخافش.
الاحسن تروح تستريحوا، انتوا سهرتوا جنبه طول الليل وانا هتصل بيكم اطمنكم. يلا يا حبيبي. على فين؟ هرجعك مطرح ما جبتك، وعد على مديرية الأمن أقدم استقالتي. عايز تسهيل أنت استهيل. أنا مش راجع قبل ما أصفي حسابي معاهم. أنت مش قدهم. دول قتلوا مرات أخوك. وأخوك كمان راقد بين الحياة والموت. أخويا هيعيش يا باشا. إن شاء الله هيعيش. الو، صباح الفل يا باشا. مين اللي بيتكلم؟ انا خير. اسمعني وما تعليش صوتك عليا. شنطه الفلوس اللي مع حنفي او معاك لازم توصلني، والا هخليك تطلع عليها القرفه يوم الخميس الجاي. بتتكلم عن مين؟ عبله مراتك. واذا ما كنتش مصدقني اسمعها بنفسك. شريف الحقني يا شريف، هيقتلوني. عبله، عبله قدامك ساعه تجيلي فيها دار ترعة المنصورية من ناحية سقارة لوحدك ومعاك الشنطة. طبعا ده لو كنت عايز تشوف المدام وهي لسه فيها الروح. شريف شريف سلام يا باشا. الو، ايه في ايه؟ خيري خطف مراتي كله منك. انت بتقول ايه؟ شنطة الفلوس فين؟ انت بتتكلم عن ايه؟ بقول لك شنطة الفلوس فين انت؟ اتكلم. حنفي، أنا ماليش في الدنيا غير عبلة مراتي. يرضيك يحصل لها اللي حصل لدعاء وأحمد أخوك؟ قول لي حنفي، فين شنطة الفلوس؟ هجيبها لك. افريقيا 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 افريقي
دي الشنطة؟ ايه دي الشنطة؟ طمنت على اللي فيها. أمرك يا باشا. جيت لك ولوحدي يا خيري. أهلا بيك يا باشا. التانيين حالة قاسم وكل واحد ياخد حقه. فلوس ايه تاني؟ الله، انت ناسي ان ابو الهانم مرات الباشا مليونير قد الدنيا وواجب ان هو يدفع عشان حياة بنته. وده هيحصل ازاي؟ ما حصل يا خفيف، وكلها كام ساعة والبيع هيشرب بشنطته. لا، انا اخد نصيبي بالفلوس دي واتكل على الله وكفاية لحد كده. خايف؟ مرعوب. ادوني نصيبي وانا هطلع التوا في اي حد. غالي والطلب رخيص. نصيبك في الحفظ والصون. عينهولك من زمان. هتجيبني يا خيري؟ اللي يخاف ملوش مكان بينا. قوم تقتله. مالك كمان خايف؟ يلا قتلني. انت حاجه ثانيه، ما تشبهش نفسك بيه. انت عارف كويس قوي ان انا ما استغناش عنك. احنا الاثنين طلعنا من تحت الارض زي الدود وعشناها بالطول والعرض. بس انا خلاص تعبت، انا بقيت اضعف من بدوي الف مره. واعمل لي نقدر ببعض عشان ايه؟ الفلوس. حقنا رشاد، ودلوقتي الفلوس اللي معانا هتتقسم على اتنين بدل تلاته، انا وانت وبس ولا حد تلاتنا. هنضرب لنا بصبورين مبلولين ونكت على بره. طول عمرك غدار يا خيري، بس يا ويلك لو غدرت بيا. انا في الجبهه. ازيك عطو؟ ايه اللي رماك علينا؟ مزنوق في حته سلاح؟ لا، جواز سفر مبلول، بضاعه مسروقه عايز اتصرف فيها. انا عايز صاحب الجواز المبلول ده. قصدك مين؟ خيري؟ جبت المفيد. ابعدنا عن خيري، ده واد ابن حرام. ما هو تربيتك، الاقيه فين؟ انسى خيري، ما انتش قده. خيري فين عطوة؟ وعلي اللي هتطلبه حدهولك، وانت عارف كلمتي كويس. عاسس ورا البت نعمة. بت مين؟ نعمة الرقاصة.
ودلعي فين؟ وادا جمعة، ما تخافش يا سحانة، أنا عارف شكلها كويس. فتح عينك كويس، أنا هخش عقد المية جوه، وإيه لو خرجت تقطرها تعرف راحت فين وتجيني. عناية يا سحانة. خير يا فندم. عايز اجدع ترابيزه لكام نفر يا فندم؟ 10. وهم فين يا فندم؟ ما حبيتش اجيبهم معايا، دمهم تقيل، ما بحبش اسهر معاهم. انا اسف شرفت يا فندم. يا خيري هجم عليا وانا برقص في المحل وراسه وقلب في سيف لا يعرف فين مكانه. من امتى الكلام ده؟ من 10 دقايق وسايباه في ايدين رجاله المحل. اوعي يكون قطرك. هيقتلني ازاي وانا سايباه بيتخانق مع رجاله المحل؟ وانت عارفهم الجن الازرق ما يخلصش من ايديهم. يبقى لازم نسيب البيت ده حالا. وهنروح فين دلوقتي يا ابو مخ ضرب؟ الشارع مالهاش رجال. اسمع، طلع الرجاله بره وخليهم يفتحوا عليهم والصباح صباح. واحنا هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ تعالي وانا اقول لك. رجع رجع اشوف بنتي.
يا خيري يا مادي واخت الشيطان ما فيش وقت. مستحيل لازم اشوف بنتي. يا خيري البنت بخير، انا لسه سامع صوتها بالتليفون. انا هروح اديهم الفلوس وارجع بيها على طول. ويا طماني مش ممكن تستخسر فيها فلوس لما تروحش. انا هستخسر نص مليون جنيه في مدي ام مخي طايح واسيبهم يقتلوها. ماليش دعوه، جايه معاك ارجع عايزك اشوف بنتي. انا عارف ما خطفوكيش انت ليه شريف. ايوه انا خايفه. ما تخافيش طول ما انا جنبك. وانت في ايدك ايه؟ ما انت متكتف اهو. طب اسكتي بقى، سيبيني افكر في المصيبه اللي احنا فيها دي. هو انا مش عارفه اكلمك هنا في البيت وانا هنا كمان. من هنا جوه في الازمه. طب روح انت جمعة وما تقعدش بعد الساعة ببلغ البوليس. سحن تقلقش علي، يلا روح. انا خايفة قوي وقلبي في رجليا. ليه؟ انت مش زوجتي منه؟ بس ده باين عليه لبط ومش سهل. مفيش مخلوق يقدر يهوب هنا. ولاد عمي في كل حتة والسلاح في ايديهم. اللي هيخطي برجله في العزبة هيتدفن فيها. امتى الكابوس ده يتذاع بقى؟ كلها كام ساعة؟ وحنكون في السويس، هناخد المركب على اليونان ومعانا الفلوس، هنغنغي كنعمة، هنعيش بقى يا بت. ورشاد وصابت ومراته اترحمي عليهم، ما هي لا مؤاخذة الرحمة تجوز على الحي والميت. أنا خايفة يا موسى. قلت لك اقعدي في البيت، ما سمعتيش كلام. وطي صوتك. بقول لك إيه، مش كنا قلنا لشريف؟ ما تجيبليش سيرة شريف. بتكلم تاخرت ليه؟ هي اللي عطلتني. تطلع مين بسلامتها؟ دي مراته. خيري مش منبه عليك تيجي لوحدك؟ هي اللي شمطت فيا. خد منهم شنطه الفلوس وفتشها. انا هديهولك اهو. اتفضل كل اللي انت عايزه. اخيرا الله. هاتي دول. حاضر. الحرامي موسى الحرامي. انا مش عارف الجدع ده بيتصالي منين وانت بتجيلي منين. انتوا ايه اللي جابكم من الاساس؟ ما قعدتوش في البيت ليه لغايه بنتكم هترجع لكم؟ موسى انا هيغمى عليا. فوق يا ولاد دلوقتي. حاضر. اي حاسب يا شريف. معلش يا عبلة استعملي شوي. اصل دي اول مرة احس فيها انك جنبي حتى ولو غصب عنك. لو كنت اعرف كده كنت جبت لك حبل من زمان وكتفتك. عبلة حبيبتي اتجننتي. انتوا نازلين فيا كده ليه؟ ما تترزوا باي حاجه لغايه البيت ما ترجع لكم. ارجوك يا حنفي بيه ما تسيبناش لوحدينا. يا وليه يا وليه سيبينا الله يخرب بيتك ده وقته. والله ما انا سائل فيكم، خليكم مرزيين كده. انتوا عاجبين بتهببوا ايه عندكم؟ مش سامعين اللي بيحصل بره؟ اجي شوف في ايه؟ ما تدلعش! هقول يا رجاله، حنا في هنا، كل واحد يروح من ناحيه. لا مؤاخذة يا باشا. استأذنك شوية في المدام عن إذنك. لا لا شريف. قدامي ما تعطلكيش قدامي. بقول لك إيه؟ بقول لك قدامي وأنت ساكتة لحدفنك مطرح ما أنت واقفة. هنروح بيها على فين بقى؟ هنهرب بيها من الباب اللي وراني قدامي. على فين يا خيري؟ ناوي تهرب؟ عايز تغدر بيا أنا كمان وتسيبني القضايا؟ انا اغدر بيك يا رشاد.
ده انت اخويا، احنا الاثنين متعلقين في عرقوب واحد. اخص عليك يا رشاد، انا اغدر بيك. يا ابن المجنونة، كان ممكن الرصاصة دي تيجي فيها تجيب أجلي. ما تخافش يا باشا، أنا كنت بطل ماية في الجيش، مراتك فين؟ خدها خيري من شوية. تعال نلحقها قبل ما يعمل فيها حاجة. امشي نجرب. اسمع، لف أنت من هنا وأنا هلف قبلك من الناحية التانية، وباخد بالك من نفسك، مش كل مرة ما لحقوش عنك. يلا اتحرك ما تنعش. يا ابني مش من هنا، من هنا. قومي. قومي سيبني بقى. اسيبك؟ ده انت جواز سفري في وسطيهم. قومي قومي. ما قلت لك خلي بالك من نفسك يا باشا. شكرا يا حبيبي، انقذت حياتي مرتين. عشان يطمر بس. أنا هطلع من هنا. ماشي. لو نطقت بكلمة مش هتلحقي تكمليها. مفهوم؟ وانت بتعملوا ايه؟ احنا اداب. يلا على البوكس. الفرصة لسه قدامنا، بينا نهرب قبل فوات الاوان. ودم دوعة واللي عملته في اخويا احمد. الحي يبقى من الميت يا وباها. انت ميت ميت يا خيري. ايه يا حنفي؟ قول اشوف وشك بخير يا باشا. اطمن، انا قدمت تقرير للوزاره وان شاء الله يخففوا عنك الحكم. هطمن عليك واجي ازورك كل اسبوع. عايزين نقوم معاكوا بواجب. طيب ما تفضلوا معانا تشربوا حاجه. خلي بالك من نفسك يا حنفي، مش عايز اي حاجه. ربنا يخليكي. خلي بالك من الباشا، بيحبك. هو نازل صحيح، ها؟ انما ابن حلال وطيب قوي قوي قوي. مع السلامة يا حبيبي. إن شاء الله بعد ما أخرج
عايزين نبقى نكمل كلامنا. تعال جرب. انت بتقول لها ايه؟ الواحد ما يعرفش يتكلم كلمتين وانت موجود. انت جبتوه معاكوا ليه؟ شوفوا شوفوا شريف شريف تخبط على الحرامي ده سرع مني شنطة الفلوس اللي كنت حبي بيها عقدك. انت بتقول ايه؟ يا شريف انا شفته معايا وانا عامله مغمى عليا وهو بياخد الشنطه. شنطه فلوس تاني يا حنفي. حنفي فين شنطه حنفي؟ شنطه ايه يا باشا؟ شنطه الفلوس بتاعت حمايه. خليها بيكوا يا باشا في حفظ الصور. في انهي حته يا حنفي؟ لما اهرب هبقى اقول لك يا باشا.